بمشي فيك هلأ ما بيعني لي أمرك ولا بتأثر فيك بدك تبقى فيك بدك تمشي فيك هلأ ما بيعني لي أمرك ولا بتأثر فيك تبقى أو بتفل ما بيتخيل. بدنا نقول عبر أرابيكا أهلا وسهلا بالنجمة نانسي عجرم، كل عام وأنت بألف خير. بون اني ميرسي عماد لألك ولكل الناس. خبرينا كيف استقبلتي العام الجديد؟ تمنيت أول شيء السلام أكيد بلبنان وبالعالم العربي والصحة. نانسي أكيد بال 2012 كمان سجلتي نجاحات كثير كبيرة مثل كل سنواتك الماضية وختمتيها بألبوم للأطفال عم بيحقق مراتب أولى وبكليب رائع جدا، قد إيه سعيدة بكيف ختمتي السنة بنجاح أيضا؟ أكيد كل سنة بتبلش وبتختم بنجاح وكمان بيكون فيها بنصها نجاح. نانسي قد ايه متفائلة انه لبنان بداية مبلشين بمشروع سياحي مهم مثل كافالي كافيه؟ انا هيدا اللي جاي اعمله صراحة بوجودي هون، ونحن كفنانين عرب ولبنانية من واجباتنا انه ندعم الايفنتس البيج ايفنتس اللي عم بيصيروا عنا حتى نفرجي انه لبنان بألف خير. نعم، انت من النجمات اللي بيحبوا موضة وازياء كافالي؟ نعم نعم نعم. أولى طلاتك أو أولى المشاريع الفنية بدك تقدميها بهالعام، المطلع العام شو محضرتي لنا؟ ألبوم جديد. نعم. أكيد. فإذا منك معايدة لكل مشاهدي أرابيكا إذا بتريدي. أكيد بدي عيدهم من كل قلبي وإن شاء الله السنة الجديدة تكون خير وسلام على لبنان وعلى العالم العربي.